في مصر الحقيقة زي ما أنتم عارفين الموقف المصري واضح ومحدد منذ البداية، وكان الموقف المصري طول الوقت من أول يعني بداية هذا الاجتياح وهذا القصف العنيد، طول الوقت مصر محددة وواضحة طول الوقت، تريد وقف إطلاق النار، تريد تقديم المساعدات عبر معبر رفح، وتريد فتح المعبر اللي أخذ مننا معركة سياسية كبيرة في مصر وبالتشاور مع العالم والأطراف كلها المشتركة حتى نجحت مصر في إدخال المساعدات. ولكن النهاردة أيضا مصر بتحاول أنها تفتح المعبر لمزدوجي الجنسية من الاتجاهين، يعني من الناحية المزدوجي الجنسية وأيضا الناحية الأخرى وهي استدامة المساعدات لأهلنا. كمان في عدد من أهالينا في قطاع غزة جم ووصلوا مصر من خلال أيضا المستشفيات، مستشفى اللي بقت موجودة في الشيخ زويد علشان تقدم لهم كل الرعاية الصحية وتساعدهم وتحاول أيضا إن هي تكون جنبهم بكل الأدوية وبكل المساعدات الطبية اللي بيحتاجوها. يمكن وأنا بكلم حضراتكم أنتم سامعين هذه الأصوات في غزة، يعني نحن لا نعلم متى ستنتهي هذه الأصوات، لا أحد يعرف يعني ما الذي يجري، الصواريخ زي ما أنتم شايفينها، الموقف الحقيقة يتعقد كل يوم ولا يوجد أي حلول. تعالوا طيب نروح للأحزاب عندنا في مصر. الأحزاب والقوى السياسية في مصر كانت بتحاول طول الوقت وبتنادي بالسماح كمان يعني إجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية عبر معبر رفح، وأشارت الأحزاب في تعليقا على القرار بأن القيادة السياسية المصرية الحقيقة كانت من أول الداعمين للشعب الفلسطيني وأيضا القضية الفلسطينية، وذلك بالأفعال والتحركات. شفنا كل ده على الواقع وعلى أرض الواقع على كافة الأصعدة. وطبعا رغم كل اللي بتحاوله مصر، لكن دائما كنا نقابل على الجانب الآخر التعنت الإسرائيلي والصمت الدولي. أنا عايزة دايما أحط خطوط كثيرة جدا تحت الصمت الدولي الساند للاحتلال. إذا حضرتك كده وانت قاعد أنت تشاهدنا الآن على قناة مصرية، القناة الأولى المصرية بالتلفزيون المصري، وحاول بس تجيب أي قناة غربية، مش هقول لك روح إسرائيل، قناة غربية، هتلاقي وكأن الخبر انقسم قسمين، قسم ليس له علاقة بما نتحدث عنه من دعم للقضية الفلسطينية وما يحدث في قطاع غزة من إبادة وقصف لا يتوقف، ولكن هتلاقيهم هم في القسم الثاني ما زالوا يتحدثون عن الساعات الأولى في 7 أكتوبر من يعني دخول المقاومة وما حدث في الساعات الأولى. الموقف الحقيقة بقى غريب، وبقى الحقيقة هذا التعنت الإسرائيلي والصمت الدولي يعني بقى شيء كده نضعه بين قوسين، ولكن خلينا إحنا مع ما نقدمه في مصر وما نحاول طول الوقت. خليني أخد يعني تفاصيل مع المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وخلينا نعرف يعني ما تم النهاردة بشأن دخول مزدوجي الجنسية وأيضا نشوف ماذا حدث. خلينا نعرف مستقبل وطن ونائب رئيس الحزب مهندس حسام خولي. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. يعني النهاردة يمكن احنا بنكلم حضرتك والقصف موجود، ولكن مصر بتحاول ان هي تفتح المعبر في الاتجاهين لمزدوجي الجنسية وايضا للمساعدات الانسانية وايضا خروج الحالات الطبية ودخول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة. طب تعالي حضرتك نقسمها لكذا جزء. اتفضل. اول حاجة مصر بتعمل ايه؟ مصر موقفها واضح من الاول خالص. أول حاجة الموقف الإنساني. الإنساني إن مصر ضد تعريض حياة أي حد إنسان من المدنيين بأيا كان هو مين أو جنسيته إيه، هو إنسان للخطر ما دام هو مدني. وبالتالي مصر بتساوي بين الجميع في هذه المرحلة، وده شعورنا كلنا كإنساني وإحنا كمصريين كده. أنا ما بفرحش بخطف طفل أو قتل طفل، ده أو ده، أيا كان ده طفل أو ده إنسان، فده موقف واضح لمصر. تمام. الحاجة الثانية المساعدات لإخواتنا في غزة واقفة بقالها قد إيه؟ موجودة. إذا كان كل المساعدات موجودة على الحدود عشان توصل لإخواتنا في غزة، فإحنا برضو كموقف مصر الشعبي والسياسي ورئيس مصر ما استناش
عما يقولوا نفتح وما نفتحش عشان نبتدي نجهز. دول واقفين بقالهم قد ايه بشغفنا اللي عاوزين يدخلوه. صحيح. الحاجه الثالثه الحقيقه اللي انا مقتنع بيها وحتى كتبتها النهارده وانا بقولها من ضميري، يعني بقول اصعب حاجه في الانسانيه عموما ان حد يعامل الانسانيه بحكم لون او موقع جغرافي او ثقافه. الانسان انسان. صحيح. يعني اسرائيل لو ضربت القنابل اللي بتضربها دي على غابه ومات فيها حيوانات كان العالم اتحرك. صحيح. حقيقة. لو كنا شفنا حيوان، العالم الغربي وهو بيشوف حيوان مولع كان اتحرك. صحيح. انما هذه القسوة المطلقة من العالم الغربي المطلقة وأقول المطلقة بيولد كراهية غير عادية، لأن الإنسان هنا ما بتعاملش كإنسان. صحيح. أنت بتعاملني بلوني أو بتعاملني بأنا نشأت في أي منطقة، مش بتعاملني كإنسان. ده القصة الكبيرة العالمية، وإن العالم الغربي اللي دايماً وأنا كنت مقتنع بيه طول حياتي الحقيقة. أيوة، ولكنها انكشفت تماماً. يعني تماماً. أنا بتفق مع حضرتك، يعني كنا كلنا بنضحك لما كان يجي لنا تقارير من حقوق الإنسان وتتصدر إلى منطقة الشرق الأوسط ولبلاد كتير في المنطقة ومنها مصر، وبالتالي إحنا دلوقتي الحقيقة نضحك كثيراً جداً. يعني نضحك لأنه لا يوجد كلمة مما كانوا يرسلونها يتم تطبيقها حتى على ما يحدث في قطاع غزة. فالحقيقة الموقف مضحك، والكيل بمكيالين بقى شيء يعني واضح جدا. يعني الحقيقة احنا انا كليبرالي اتربيت على حاجة ولقيت حاجات تانية خالص. يعني ازاي كنت بتقولوا حرية اعلام، وان حرية الاعلام دي لا تمس في العالم الغربي، ولقينا ان حرية الاعلام حضرتك افتحي اي محطة غربية دلوقتي هتلاقي وهم بيغطوا هذه الاحداث الاليمه اللي بقول لك لو اترمت القنابل دي. صحيح. على غابه كانت الناس اتألمت، هتلاقيها بيقولوها ايه في المنشط؟ الحرب على اسرائيل. صحيح. ما هو ده اللي انا قلته في البدايه دلوقتي. ده العنوان. صحيح. ده العنوان. صحيح. هي دي حريه الاعلام او هي دي نقل الطبيعي للاعلام؟ لا، يبقى انتوا كنتوا بتعلمونا حاجه غلط او بتدونا حاجة عشان حقول إيه؟ عشان تدخلوا بيها تهدوا بلدنا. لا أكثر ولا أقل. يا حقيقة. لأن ده مش المنطق. أكيد. هل ده حقوق الإنسان؟ حقوق إنسان؟ إنسان مين؟ يعني هو مفيش إنسان، يعني هذا المشهد اللي بنراه يعني ليلاً ونهاراً مفيش إنسان يعني. آه بالنبب غابة، ده لو غابة كنت اتحركته. صحيح. لو غابة كنت اتحركتوا. أنا بتفق معاك. تعال نعود إلى الشق المصري اللي فيه كله إنسانية، في دعم، في عقل، في رجاحة، في فكر، وفتح المعبر لدخول الجنسيات، مزدوجي الجنسيات، وأيضا مساعدة أهالينا من قطاع غزة واستدامة دخول المساعدات إلى قطاع غزة. مصر وهي بتفتح المعبر بتاعها لتعدد الجنسيات، حتى في هذه الفتح كان فيها مقابل ضئيل، بس ده اللي مصر بتقدر تعمله، ان احنا ندخل المساعدات. مظبوط. يعني احنا بنقول لهم ده الوضع الطبيعي اي انسان في احنا خطر. احنا كنا بنخبط ونقول لهم الانسانيه ارجوكوا، يعني بالضبط. تخيل، يعني انا بقبل انسانيه بس ممكن لازم هندخل مقابلها اي حاجه انسانيه. يا حقيقه ده بصي، مصر سياسيا موقف السيد الرئيس، وانا قلته وهقوله من اول كلامه مع المستشار الالماني، الحقيقه خلانا كلنا بما فيها اكثر الشباب نصحى على القضيه الاصليه. صحيح. دي نمره واحد. نمره اثنين، ادي الموقف الرئيس واضح تماما. صحيح. موقف الشعب واضح تماما. صحيح. يعني بصي، ما حصلش في هذا الموقف تغيير. اللي يقولك بقى مصر بتقدم ايه،
لا قدمت كل حاجه على قد ما بتقدر. العالم بيقدم ايه؟ طب العدم يقدم 1/100 من اللي مصر بتقدمه. وهقول لحضرتك العالم، مش هقول لك الغربي، الغربي والعربي وكل من يتكلم يقول مصر قدمت ايه؟ ده احنا المساعدات الانسانيه واحنا في هذا الوضع الاقتصادي طلعت من شعبنا في دقيقه صحيح. في كل واحد وما زالت ما فكرش في وضع الاقتصادي هو شخصيا ولا في وضع، وطلعنا واحنا بنقول ندخلها بس. طب صحيح. العالم الباقي قدم ايه؟ كل واحد يقول لي مصر قدمت ايه؟ لا قدمت قد ايه؟ ويا ريت العالم، انا بتكلم كل دوله ايا كانت هي مين، قدمت عسر بس اللي مصر هتقدمه. اكيد انا بتفق مع حضرتك جدا مهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن. اشكرك شكرا جزيلا.